السؤال الثالث إن شاء الله. في شخص يعني من اللي هم الجماعة الصوفية اللي هم بيقولوا مدد يا فلان ده، فأنا يعني بقف معاه وبقول له يا ابني ما ينفعش تقول مدد غير يا رب، ما ينفعش. بيقول لي لا لا عادي مش عارف إيه، فمش عارف أرد عليه أقول له إيه، وأنا ما عنديش العلم الكافي يعني إن أرد عليه. والله عندك آيات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وعندك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وذكره بقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. شكرا. الله يبارك فيك.